صدع عايشه وعلومها صدع عايشه وعلومها والعنبوها امها صدع عايشه بنت الرجيس كل الرذال بثوبها. اي والله وانا اشهد. بس هدوء شباب. انا اشهد والله. صدع عايشه بنت الرجيس كل الرذال بثوبها. شوف النذال بطرفها وتقطر فجور بكمها وريثات ابوها بخستها او جابت لأم من قومها أو قرن الكفر من بيتها من هنا يطلع قرن الشيطان أو قرن الكفر من بيتها صد عايشة وعلومها والعن أبوها وامها صد عايشه مع كفرها ومعذرة تسحب رجال البيتها عند عايشه سيرة غسيل من الجناب اشكبرها او قبل الغسل ترضع زلم ما هو شرم من ثدياها من كفرها من رجسها صد عايشه وعلومها والعن ابوها وامها صد عايشه ام الجمال والاهل الرداء والحربها تحدي بقوم جاهله حد يا صبي لنوقها سحر اللبن من عايشه مفعول اشد رجالها البعر الجمالها وبعرها او صد عايشه وعلومها والعن ابوها ثم امها شين الفعايل منها او نزل غضب من ربها رب الجلال بعزته نزل كتاب بذمها واكبر دليل سورة التحريم شين الفعايل منها نزل غضب من ربها رب الجلال بعزته نزل كتاب بذمها أم الفواحش والكذب مات النبي من سمها أم الفواحش والكذب مات النبي من سمها العن أبوها وأمها صد عايشة وعلومها والعن أبوها ثم أمها إخوان الأبيات معبرة وكل ما ورد بهذه الأبيات رائعة جدا ما شاء الله روايات موجودة.